يقول السائل يقول يشكل علينا أو يشكل على كثير من الشباب في هذا الزمان مسألة تبديع بعض الأشخاص، حيث انقسم الناس والشباب إلى قسمين: قسم يأخذ بتبديع العالم إذا صدق فيلزم غيره لأن ذلك من باب قبول خبر الثقة، وقسم يقول إن مسألة التبديع من المسائل الاجتهادية، فعلى هذا ينظر من له قدرة في ذلك ويأخذ حينئذ بما تبين له اجتهاده. وقد أشكل علينا هذا الأمر حفظكم الله، فما نصيحتكم لنا؟ ما كلفكم الله بتبديع الناس والحكم عليهم بمبتدعة، ما كلفكم الله بها. اطلبوا العلم الآن، إذا طلبتم العلم عرفتم البدعة والمبتدعة، أما أنكم تطلقون ألسنتكم على كل من خالف وكل من فعل شيئا تنتقدونه وتقولون هذا مبتدع، هذا يرجع عليكم إثمه، يرجع إثمه هذا عليكم. فالواجب أن الإنسان يكف لسانه عن هذه الأمور، وأن يطلب العلم، يشتغل بطلب العلم. ما كلفه الله أنه يتتبع الناس يقول هذا مبتدع وهذا فاسق وهذا فيه وهذا فيه. نعم، يمكن هو عنده أشد من المنتقد، علينا أن نتقي الله في أنفسنا. نعم.